هلا حبايبي الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. رجعنا لكم يوم مقطع جديد حبايبنا الكرام. مثل ما انتم شايفين اليوم عنا نزل المتجر الزمرد حبايبي. طبعا شباب، اول ما دخلت هذا الحدث طلعت على الثلج. يا شباب كثير من التامين عم عملوا لي تغريدة، قالوا لي عليكم شوف شو في الثلج، تشبه ثلج الكريمينال معلم، يعني شكل تاع القناع الكريمينال والى اخره. سو تبغى تعليقات شباب، شو شبه ولا ما شبه؟ اوكي سو لكن حبايبنا، قبل ما نبلش باي شيء يا اساطير، لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام، لا تنسوا باللايكات، اذا مش مفعل زر الجرس انزل فعل زر الجرس حبيبي وليتس جو. وطبعا حبايبنا لا تنسوا شباب، احنا دائما بنفتح بسوس مباشر على الفيسبوك، تعالوا يا اساطير حبيبي والله. اوكي هون شباب، عندنا هون اكثر من جايزه، تمام؟ عندنا القبضه، هي قبضه الزمرد، عندنا هون الثلج يا حبايبنا، عندنا رخصه ال يعني ماذر مبين عليه، بس ليك هون علي عن هذا السكين، يعني الصراحه ما اعرف، مش مبين كثير علي. عندنا هون حقيبات مع حقيبات على الجواز، مجوهات الجواز، بس ولكن في اكثر من هيك. اوكي عندنا هي وهي، اوكي هي السكين، هذا شكل يا اخي، هذا شكل مصارع، ولا شكل يا اخي، شكل مصارع يا اخي، مصارع. اوكي ننزل كمان تحت، هذا هو الجواز الموجود حبيبنا. اوكي شباب خلينا نشوف حظنا معلم. اول لفه ب 15 جوهره شاب، عليها التقسيم 40%. طبعا شباب لاحظ اخر فترة يا شباب الاحداث كم عليك؟ هذول على كمان التخفيض ولا شلون؟ قولي بلوز. طبعا شباب ما اعرف اذا لاحظتوا معي يا شباب، اخر احداث اللي شفناهم باللعبة مثل لفات، قبل لفات هيك لفات شباب كانوا اكثر من 100 جوهر، بس الله يعني كثير نازل، يعني كثير منقصين، يعني ما اعرف اذا لاحظتوا هذا الشيء. اوكي اول مجلس اول 15 فرانك معلم، صباحكم عسل علام، انا مصحصحين جديد. اوكي يا زلمه يا جماعه، الرجاء اختيار المكافاه. وات شو ها؟ اوكي صح شباب، لانه في اللي جاني هذيك الشغله. صح 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 صح، هي اول شفت على اليمين كتب ويك، يعني اذا تحصل هيك اول 15 لفه ولا 13 لفه ما اعرف كم، بس اوكي حلو حلو حلو، امن الثلج حلو. هذا نكمل عندنا هون السكين معلم، يا سلام على طلع السكين، حلو كثير حلو. اوكي شو بقى معلم انا احسن؟ خلص هذا هو القبضه شباب، القبضه يا جماعه القبضه، هذا شوف القبضة، ما طلعت لنا القبضة يا جماعة، القبضة هي أهم شيء معلم، قبضة جديدة شباب. قول لي شو صار هون؟ فصلت اللعبة يا زلمة، يا جماعة في شيء مو طبيعي عم يصير هون معلم، اللعبة فصلت يا جماعة، بس ولكن ما أعرف حسيت إنه طلع لي السكين ولا كيف؟ لأنه أول ما طلع لي السكين معلم اللعبة فصلت، معناتها حبيبي والله اصبر شوي نشوف، ندخل شوي معلم، ليتس جو بوي. طول بالكم يا جماعة، طول بالكم، ندخل على الويبن هون، أوكي؟ لأنه حسيت إنه في شيء يعني ما بعرفها، اصبر شوي. أوكي. والله يا جماعه ما اعرف اذا طلعت لي العدد اللي هي ولا اوكي شو ما بعرف شو اسمه يا جماعه. اوكي هو خلينا نقول بكره حط الرجل هون، شوف الثلج يا شباب، الثلج وين الثلج معلم؟ ول هاي هي. والله صراحه شباب الثلج باللوز، صراحه الثلج معلم باللوز يا مان، حلو كثير الثلج يا شباب. اوكي جبنا الثلج، وفي شيء ثاني كمان. اوكي نرجع على الحدث. اوكي شباب خلينا نكمل. ما شاء الله ما اعرف ليش عندي هون معلم الحدث ملقلق. ترى حصلت لعب حبيبي والله شكله حدث ملقلق. اوكي شباب. اوكي حبيبي حصلنا على قبضه شباب، لانه اللعبه كانت ملقلقه عندنا بالبي سي شباب، ما اعرف ليش. طبعا شباب ضربت على 5 لفات من الهاتف وجبت للقبضه. يلا ننتقل على اللعبه، بالجوال نشوف القبضه معلم. يلا جو. اوكي بعد معاناة كثيرة معلم وغيرة معلم نشوف الوضع. اوكي خلينا نشوف القبضة معلم وين يا اخي. هاي هي يا شباب، هاي هي القبضة يا شباب، بس ما نشوف. قولي والله مش مزعج ابدا شباب، دام برو والله القبضة حلوة شباب الصراحة حلوة. نجي لهون شباب، في شيء ثاني جاب طلع لنا معلم، حطينا الثلج والقبضة، يعني هالحدث معلم يعني بالعادة معلم القبضة بتكون لحالها، هالمرة معلم منزلين أكثر من شغلة بنفس الوقت. أوكي نجي لهون، وين السكين معلم؟ طلع لي السكين، أين السكين؟ هذا هو يا سلام عليك، يا أخي أخذت وقت لك معلم، السكين تبع المصارعين يا أخوان، طول بالك يا معلم. شوف معلم، أبدا تبع المصارعين معلم.
بس صراحة الشباب ماشي بوشي. اوكي خليني ندخل معلم بس نجرب التلج يا شباب. تمام نفس الوقت نشوف الوضع السكين معلم. ليتس جو بوي. نفس الوقت نشوف القبضة كمان. كل شيء شوف كل شيء بنفس الوقت. حلو حلو. هاي القبضة شباب. اسمعوا شوي هني نسمع. بين فيها افكت نار معلم. شوفوا الافكت تبعه. شوفوا لما تضرب هيك معلم بتضرب هيك. ويل ويل عن جد هذا الحدث شاب اسطوري فيه معلم. عن جد حدث اسطوري. عن جد الحدث هذا اسطوري. شوف 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 يعني في اكثر من شغله بنفس الوقت شباب. يعني عن جد هي اول مره يعني بتصير ولا كيف ولا صارت من قبل ولا كيف معلمنا ناسيها ما اعرف. طيب ماشي. هيك بدكم تجربوا. حابين نجرب التلج يا شباب. وين بنقدر نجرب التلج يا شباب؟ شوف التلج. اوكي اوكي صح صح عرفت وين عرفت وين. نجي لهون. طب كان بس نشتري سلاح. تعال اشتري بي بي 5 بلوس. معلم ننزل 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 فيهم معلم بربرون. طوروا معك معلم بربرون معلم الصبح. روح خلينا ندخل شباب نشوف التلج هي كمان. اوكي سكن المصارعة معلم. سكن المصارعة يا سلام عليك. وين رايح حجي؟ امان وات كيف وصل لهون يا زلمة؟ يديك ربي. يا زلمة مدمة. يا زلمة هذا المكان معلم خبيث كتير والله. خبيث كتير هالمكان. يا الله طول بنت. شوف الترجمة على نفس الوقت. دايم برو والله حلوة شباب. يا اخي والله شب. يا اخي والله تحسس بتذكرني بالقناعة الكريمينال يا جماعة. صدقوني يا جماعة صدقوني ما تلجت اللي صدقوني شباب تشبهها يعني قناع الكريمينال يا جماعة. والله تحس معنا كثير يشبه لها. اوكي ما تقلق اسمها علم نسميها تلجة الكريمينال معلم. روح اوكي هي شباب. والله شباب هذا المحل هذا المكان عن جد مات. هذا المكان شباب الصراحة غريب عجيب شباب والله. طب ما بدي حدا ما عايزين بالفيكتوري. يلا حد ما حد لحد ما حدا شايف فيه شباب. اهبط خلاص شباب خلاص خلاص بعد جننناهم يا اخي. اسكت شوي هناخذ الثلجات يلا. شافوني شافني شاف هذا نفسه هذا بنفس العلم العلم المحل. والله شباب المحل اسطوري يا جماعه. تمام قول لي ثلج باللوز. هرشط باللوز. يا سلام يا اخي والله والله حلو كمان الاسكي. يا شباب شوف المصارع معلم. شباب طول بالكم طول بالكم طول بالكم. مشكلة طول بالكم معلم. جتني فكرة معلم خلص بحط حجرب بحط راس السكورة الشباب هذا الاسكين عشان يصير معلم مصارع المصارع معلم. يا سلام. بس لا يا اخي ما راح يمشي الحال. لا عارفوا ليش؟ لانه الشباب هذا القناع معلم هو اهم شيء بالقناع الراس. فهمتوا علي كيف؟ اذا بنشيل الراس يعني خلاص ما راح يمشي الحال. طولوا بالكم خلينا نجرب شوي شوف. يا سلام شوف انتوا عالتين. ايه جوكر معلم. والله جوكر طالع عليه كثير مرتب شباب كثير مرتب. اوكي شباب احنا والله مبدئيا راح نخليه هيك مثل ما هو المصارع المصارع معلم. يا سلام اوكي سو حبايبي الكرام الله يسعد ليكم. هيك بكون تمام مقطعنا اليوم يا اساطير. ان شاء الله استمتعتوا معنا واستفدتوا معنا وكل شيء بلوز. نلتقي ان شاء الله شباب على اللايف ستريم المسويات شباب على قناتي الفيسبوك. تعالوا يا اساطير يومين احنا نفتح بسوس مباشرة. اللي ما بيعرف يجي يدخل شباب تعال الجرس ينتظرنا على البسوس شباب. ترى استنى ترى شباب زي ما بتجي تشوف البسوس معلم ما بتروح كثير شغلات فين. ها اوكي يلا شكرا على خير. يومكم سعيد. باي باي.